السلام عليكم خواتاتي، كي راكم؟ ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو بألف خير ان شاء الله. اليوم خواتاتي غادي ندير وصفه تاع كيك. هذه وصفه تاع امي، وسامحوني كنت دايره المقادير والمقطع مش عارفه مسح لي، مش عارفه كيفاه، والله ما عرفت. هنا راني دايره في الروبو، دايره 5 بيض وكاس تاع سكر، نديرهم في الروبو يضربوا مليح مليح، وزايدة معاهم كاس زيت، دايره كاس سكر كاس زيت 5 بيض، درتهم في الروبو. هذه لا غوسيت كيما راكم تشوفوا بلاكطا، ما فيهاش الحليب، ندير فيها غير لاكطا كو فاني. كنت دايره المقادير ودايره ماش عارفه كاع، كي جيت ندير في المونتاج تاعي ما لقيتهاش، بالك سوبريميتها بلا ما نعبه ولا ما ماش عارفه، تفطر لي هادو العفايس يقولي العمى ياخذني تاع الصح. كما كتشوفوا لاكطا راني نمسح فيها غايه غايه، طاقه الشوف رانا فيه، ونحطوا لاكطا تاعنا تاني مع الخليط ونزيدوا نخلطوا. كتشوفوا هنا نزيد في الفرينه وندير معاها جوج خمارات تاع كاطو. نعاودكم في المقادير باسكو كيما قلت لكم كنت حاطتهم مش عارفه مسح لي. نديروا 5 بيض، كاس سكر نديروه في الروبو مليح تضربيهم، من بعد نزيدوا عليهم كاس زيت، ونزيدوا لاكطا تاع فاني، ومن بعد نزيدوا الفرينه وزوج خماره. هذا الكيك بدون حليب، كيما قلت لكم هذا كيك بدون حليب غير باللاكطا، ويجي بنين بنين بنين، ديروهم ما تندموش، يجي طالع مليح وحشيش ما شاء الله، جربوه ما تندموش. كاش كاك هذا كيما نقولوا يحمل الوجه، ميم الضيافي يجوا عندك ديريه لهم تخافيش، حطيه وراسك مرفوع مرفوع. دونك ها هو لا وجدته، غادي نديرها في المول، درتها بلوتو في المول، غادي نديرها في الفرن ونقصوا لها شويه الغاز، وش هي ما تحلوش عليه الكاك، ديروه في الكوشه طيبوه ما تحلوش عليه خواتاتي، يطلع مليح مليح عاد حلي عليه. ولا الكيك تاعنا وجات وجا ما نقولكمش عليه، رمضان واحد راه ياكل دايما حاجه حلوه شاميه وصوالح دايما حلوين، يبدل شويه. وراني ندي درت له كونفيتور، درت له كونفيتور تاع فريز كان عندي في الدار الواجد، كونفيتور دي كان عندكم ديروا فريز، ديروا مشماش اللي كاين. دونك ديروا لها كونفيتور، درت لها شويه نوات كوكو من الفوق، وغادي ندير لها نوات كوكو كيما قلت لكم. وبالنسبه للتزيين راكم كل واحد راه حر، كل واحد شي يبغي، كاين اللي يبغي نوات كوكو، كاين اللي يبغي شوكولا، تبغوا تخلو كيما هكا تاني يجي هايل. بالنسبه لهذا الكيك كيما قلت لكم يجي كرهنا من هذه الحلاوه، هذه الشاميه، هذه الزلابيه، دائما حلو حلو حلو، شويه توحشنا هذه الصوالح العاديين، كاطو ساك كيك، ها واحد يبدل. اولا الكيك وجات خواتاتي، وقسمت لكم مغصو منه باش تشوفوا مليح، ها ولا جا بنين ما نقولكمش كيجي. هاد الوصفه ملي كنا صغار حنا كانت الام تاعنا ربي يحفظها ديرها لنا غير بلاكطا بلا حليب غير بالزيت والسكر كيما قلت لكم. وراني صايمه، الله الله نديكم في المونتاج، راني صايمه درك. هنا بغا ندير عصير فلان، بغيت نشارك خواتاتي هذا العصير راه داير ضجه ضجه في مواقع التواصل الاجتماعي. غادي نبداو بالمقادير، عندنا شوفوا خواتاتي يطرو حليب، يطرو حليب غادي نقلع منه كاس.
هذاك الكاس غادي نطحنه مع حبه تاع بنان والفلون اللي عندي. شوفوا الحليب اللي راه عندي باقي لي من اليوترو، غادي ندير معاه الفلون ونخلط مليح مليح ونديره فوق الكاس. ها هو راني ندير قدامكم، غادي نخلط مليح 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 ونديره فوق الكاس. كي يتقال فلون راه باين، ما غاديش نوريكم كي ديروا الفلون خواتاتي، نعرفكم بلي ساجيات وفحلات. الفلون كيطيب باين. هنا كيما راكم تشوفوا درت البنات تاعي ودرت كاس الحليب، غادي نديرهم في الروبو ونزيد معاهم الفلون هذا اللي قلت لكم عليه كراميل، يا يوغت كراميل. ان شاء الله تكون الموسيقى عجبتكم اللي درتها لكم، الا ما عجبتكمش وداتكم ضجه قولوا لي في كومونتير. ودوك مطحنا اللي قلت لكم عليه البانان والفلون كراميل والحليب، غادي نزيد الفلون تاعي اللي درته في الثلاجة في الجدان اللي برد لي، غادي نزيده عليه ونديره في الروبو. شهيه خواتاتي هذا العصير غادي يجيكم شويه حلو، اللي ما يقدش هكا الحلاوه يمكنش حلاوه بزاف، هذاك الفلون اللي درت تاع كراميل تاع الياغورت هذاك يقلاه ما ديروش، تجمو تعوضوه بالتمر. كيما قلت لكم تبغوا ديروا التمر ولا فاكهه اللي تبغوا تحطوها مع هذا الفلون، تبغوا ديروا بانان، تبغوا ديروا وحده، تبغوا ديروا تشينا، تبغوا ديروا التمر، اللي كاين تبغوا ديروه باش يجي عصير مبدل بجوج باب قوم واحد اخر. ها هو العصير تاعنا اوجد، الا بغيتو يجي كيما انا درته غير حبه تاع بانان، الا بغيتوه ثقيل ديروا جوج حبات تاع بانان، وان شاء الله تجربوه ويعجبكم. وما تنسونيش بجام وما تنسونيش بابوني. بغيت نشكركم كاع اللي راهم يسلولي في لي كومونتير، كاع اللي راهم يشجعوني، وكاع اللي داروا لي جام وداروا لي ابوني ووقفوا معايا باش تكبر هذه القناه. والحمد لله وصلنا للمية، وان شاء الله نوصلوا للألف ونوصلوا للمليون والأسرة تاعنا تكبر. سلام خواتاتي، شكرا جزيلا.